النهارده ايضا يعني حدثت اول حالتي طرد للنواب من قاعه المجلس، النائب احمد طنطاوي، وايضا الحاله الثانيه النائب احمد الشرقاوي. الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قام بطردهم بعد اعتراضهم على طريقة إدارته لجلسة إقرار قانون الطعن على عقود الدولة. النائب يعني حسن غيتا عضو مجلس النواب، أو حسين غيتا عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، تضامن مع النائبين، وكمان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب غادر القاعة أيضا. طيب معنا سيادة النائب حسين غيتا، أهلا بحضرتك معنا. لماذا اعترضت على طرد النائبين؟ طبعا لان النائب احمد طنطاوي كان بيبدي وجهه نظر معينه، وبعدين الميكروفون طبعا هي مده بتبقى قليله، لما كانت يحاول يزود في الكلام شويه، لكن ما كانش فيه شيء من التطاول، لكن يبدا وجهه نظر. هو الاعتراض الاساسي بالنسبه لي ان السيد رئيس مجلس المدينه قال له اتفضل اطلع بره، رئيس مجلس الشعب النواب قال له اتفضل اطلع بره، وده المفترض ان هو ياخد تصويت القاعه، حتى لو حصل ان كان في حد مخالف للائحه ما ينفعش انه يطرد نائب طرد مباشر كده من القاعه. إيه طبعا بعد فتره شويه وشد وجذب خد تصويت من القاعه والناس تضامنت مع الرئيس، لكن انا من حيث المبدا نفسه ما ينفعش ان الرئيس لما يختلف مع نائب في وجهه نظر معينه يقول له اتفضل اطلع بره. يعني حضرتك معترض على طردهم ولا معترض على طريقه دكتور علي عبد العال؟ اللي معترض طبعا على الطريقه اللي انطردوا بيها، وطبعا مش شايف ان في داعي لطردهم اساسا. هو طبعا النواب في بعض النواب تضامن مع الرئيس، لكن انا شايف ان هو ما كانش فيه تجاوز منهم للدرجه اللي تستحق الطرد عليها يعني. طب هل حضرتك لكن في الاخر ده قرار اغلبيه احنا نلتزم بيه، لكن انا برضو الاعتراض الاساسي اني يقول لنائب اطلع بره. طيب هل حضرتك معترض على نفس القانون اللي هم اعترضوا عليه؟ انا طبعا اعترضت طبعا على القانون طبعا وصوتت لا على القانون. طيب طيب حضرتك خليك معايا ما تقفلش. معانا النائب احمد طنطاوي عضو مجلس النواب الذي تم طرده اليوم من الجلسه. اهلا بحضرتك سياده النائب. حضرتك يعني كنت معترض على ايه بالظبط لما حصلت هذه الواقعه؟ انا كنت معترض باختصار شديد على انتهاك الدستور واللائحه من قبل رئيس المجلس. طيب كيف تم انتهاك الدستور؟ شوفي حضرتك، هو المشكلة أنا مش عايز بس الناس تتكلم فيها كأنها أمر شخصي أو إنه يعني العلاقة، طبعا لفظ يعني انطرد ده دي مسألة يعني، هو تم التصويت على خروجي من القاعة، بعدها تم التصويت على عودتي للقاعة، وأنا ما عدتش لأن الحقيقة يعني أنا شايف إن أنا مش هعود للقاعة قبل ما أقدر أسجل اعتراضي على اللي أنا لازلت معترض عليه. إحنا كنا بنناقش قانون المتعلق بتنظيم الطعن على عقود الدولة اللي هو القانون رقم 32 لسنة 2014، كنا بنناقشه للمرة الكام بقى ونصوت عليه للمرة الكام؟ للمرة الثالثة. هذا القانون تم عرضه في جلسة سابقة وتم التصويت عليه فخد أغلبية بسيطة. فرئيس المجلس أعاد المداولة مباشرة، ومعرفش إيه السند اللائحي اللي يسمح بده، وتم التصويت عليه تاني فخد أغلبية بعدد أقل. قال إنه القانون مش من القوانين اللي محتاجة الأغلبية خاصة اللي هي أغلبية الثلثين، وبناء عليه تم اعتماده. فوجئت بعدها وانا عضو في لجنه الاقتراحات والشكاوي بانه احنا مطلوب مننا ان احنا نناقش القانون علشان يرجع تاني تالت بقى يتصوت عليه في جلسه ايه؟ في جلسه عامه. اديت اعتراضاتي في حضور وزير مجلس النواب، واعتقد انها اعتراضات منطقيه لانه القانون في الماده الثانيه منه بيقول انه المحكمه هتبقى ملزمه بانها تسقط الدعاوى والطعون حتى المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون اللي ما صدرش فيها أحكام نهائية وبت، الطعون اللي مقامة ضد عقود الدولة أحد طرفي، يعني الأراضي اللي تم نهبها والمصانع والشركات اللي تم في الاستيلاء عليها فيما يسمى برنامج الخصخصة، ودي كانت برامج منظمة للنهج العام. طيب حصل انه انا اعترضت اولا على انه رئيس المجلس منح لنفسه الحق في انه يعيد التصويت اكثر من مره، وده تجاوز في حق النواب لانه يدير المجلس ولا يدير اعضائه وليس قيما على نتيجه التصويت. طيب القانون في المرتين هل قعدت المناقشه معاه حوالين يعني الاداره؟
لا النقاشات كلها شكليه. انا في كل مره في الثلاث مرات اللي اتكلمت سجلت اعتراضي على توزيع الكلمات وعلى ان المناقشه شكليه، وده اللي متاح في ان احنا قدامنا 340 شكليه. ازاي اشرح لنا سياده النائب بس مش فاهمه شكليه ازاي؟ يعني احنا قدامنا 340 قانون هنناقشهم في 15 يوم نناقشهم ونصوت عليهم، لك ان انت تتخيلي ايه اللي هيكون متاح في النقاشات. دقيقة لنائب موافق ودقيقة زيها لنائب معترض ورئيس المجلس بيتسق صدره. أيوة كثيرا. ما هو الوقت بيجري والمفروض انه يتم مناقشة كل هذه القوانين في 15 يوم. ويضيق صدره اكثر للنواب المعارضين، لكن اللي حصل بقى انا صحيح كنت خارج القاعة، لكن يضيق صدره اكثر للنواب المعترضين او المعارضين. اللي حصل انه انا عرفت من الزملاء داخل القاعة ان تم اقرار القانون بموافقة 374 عضو. طيب اذا كان القانون حاز قبل كده مرتين الاغلبيه البسيطه واحنا بنصوت عليه، لانه فيما افهم الماده 121 في الدستور بتقول ان القوانين المكمله للدستور ده نص، القوانين المكمله للدستور لا تصدر الا بموافقه ثلثي عدد اعضاء المجلس، مش ثلثي الحاضرين وثلثي عدد اعضاء المجلس اكثر من الرقم اللي اعتمد به هذا القانون. وبتنظم القوانين المكمله للدستور بانها القوانين المنظمه للانتخابات الرئاسيه النيابيه المحليه الاحزاب السياسيه السلطه القضائيه المتعلقه بالجهات والهيئات القضائيه ثم القوانين المنظمه للحقوق والحريات الوارده في الدستور. ده من ضمن الحقوق حق التقاضي، والتفسير الوحيد اللي يخلينا نصوت عليه للمره الثالثه انه احد هذه القوانين اللي كان يجب اقرارها باغلبيه الثلثين. الخلاف ببساطه شديده هو خلاف على اللائحه وعلى الدستور، ورئيس المجلس مكلف في المادة 5 من لائحة عمل المجلس بأنه يقوم على تطبيق الدستور والقانون واللائحة. اللي حاصل أنه في أكثر من مناسبة انتهك ذلك، وأنا سجلت اعتراضي ولا زلت. أنا ما فيش بيني وبين رئيس المجلس مسألة شخصية، ولا في حب ولا في كره ولا في مودة ولا في جفا ولا أي حاجة أبدا، إحنا في علاقة عمل تنظمها اللائحة. في كل مرة أنا هشوف فيها تجاوز أنا هتصدى لي، وده حقي وانا هتمسك بيه. ببساطه شديده ادي لك مثال مثلا من ضمن الامثله على انتهاك رئيس المجلس للائحه. ما يعني سياده النائب اذن لي، يعني ما انا اخشى انه هذه الخلافات تؤثر سلبا على اداء البرلمان. لا، اللي يؤثر سلبا على اداء البرلمان هو ان احنا لا نقر حرفيا المعايير والقواعد المنظمه العمل، لانه دي علاقه عمل تحكمها قوانين وقواعد ولوائح. لو احنا تجاوزناها الامر هيترك بقى للاهواء الشخصيه وللموده وللحب وللكره. وعلى فكره في مؤشرات على هذا الامر، بس خلينا ادي لك مثال واحد. اتفضل. على تجاوز رئيس المجلس مثلا لحقوقه اللائحيه. اتفضل. معروف انه رئيس المجلس ليس له ان يبدي رايه في مساله محل نقاش، واذا عمل ده بيتخلى عن رئاسه الجلسه لحين انتهاء الموضوع المطروح للنقاش. دي لائحه. لكن هو مثلا في قانون مكافحة الإرهاب قال إن المجلس لازم يصوت بالإجماع، ولما أحد النواب لفت انتباهه لأن ده لا يجوز نهره وهدده أيضا بإخراجه من قاعة المجلس. أحيانا تم التصويت بالتصفيق، يعني التصويت على منع البث التلفزيوني تم فيه التصويت بالتصفيق. أنا كل الحكاية إنه أنا عايز، إحنا دلوقتي في تقاليد وده مجلس نواب مصر، ويجب إن كل علاقة فيه يحكمها ضوابط وقواعد وقوانين ولوائح، مش القضيه الشخصيه. يتم التصويت على اخراج احمد من القاعه وبعدين يتم التصويت على عوده احمد من القاعه مش ده الموضوع. انا عايز الناس تتناقش في الجوهر. انا بيني وبين رئيس المجلس دلوقتي خلاف حول اللائحه وخلاف الدستور، وانا متمسك بحق التزامي الكامل اللي وجهه نظر في الدستور ده على العين والراس، لكن هو ملزم بهذا الدستور اللي مسوس عليه الشعب المصري، وملزم بتطبيق اسس اللائحه حتى لو ليه راي مختلف. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب.